السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازال الكلام في موضوع الرقية الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكت عنه زوجه عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا اشتكى قرأ بالمعوذات ونفث في يديه ومسح بهما، ولما اشتد عليه الوجع أخذت أقرأ المعوذات وأنفث في يديه ومسحته بهما رجاء البركة، رجاء البركة. فثنى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا مرض يسير لك مسيد يمهات فسد شيوان إرقوت إقرأ يزدول ربي سبحانه. هذا الشفاء، والقرآن كتاب هداية وشفاء، كتاب هداية وشفاء. ماشي ديك اللي قرنك صاحبه من قاله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذا الذي تكلم به جل جلاله، إن الهداية يعني هداية للناس، وكذلك شفاء لهم كل الأمراض والأسقام. وسيأتي الكلام عن نوع الشفاء في القرآن. بدأنا الكلام عن الرقية الشرعية ومعناها، وقلنا أن تاريخها قديم. الرقية ما هي ماشي وسع، روح الشيخ كده يقرأ يعني ما هو لربي، ماشي وسع، بل حتى قبل الإسلام كانت موجودة، وماشي حتى عند العرب في الجاهلية، بل عرفت عند اليهود، وعرفت عند النصارى، وعرفت عند الماجوس، وعرفت عند غيرهم من الميلل والنحل. فمشيت الإسلام كان قشيث للرقية، ولهذا من يطعن في الرقية وينكرها ويدي سمامه إلى الإسلام لأجل هذا، أروح قبل الإسلام إلا لعجبك أرسى هذا لسى. شوف كتاب رائع في بابه الدكتور عمر سليمان أشقر رحمه الله، كتاب في عالم الجن والشياطين، وكتاب حول السحر والسحرة، يحكي قصص عن رؤساء دول أوروبية وبرلمانات كيف يستعينون بالشياطين والجن وأنواع الرقى التي كانوا يستعملون، وناقل أشياء عجيبة جدا. والكتاب يعني متداول في سلسلته يعني أركان الإيمان، أتفهم العجيب. فالبعض يحلو لهم أن يمدثن دين الإسلام، سهامهم موجهة للإسلام، وما قبل الإسلام ذنقر، قبله كانت النصرانية واليهودية والماجوسية، وحتى اليوم الناد لما يطعنون صباح العشام في زواج النبي بعائشة في ذلك السن. جبنا لهم أمثلة، أتينا لهم بأمثلة حية. السيئ ساعة خالت تزوج 10 سنين إلا ورقز الندي ما تزوج 9 سنين. ثم كذلك هذا الأمر متداول حتى عند الرومان، وحتى في عصرنا عند الغرب، زوجة الإمبراطور الفلاني وزوجة الكذا، وإن
انت لكن تم زيانين. ثم العلم الحديث، يا من تحكمون العلم الحديث وتظنون انه يعني متكئ لكم في الحادكم وانكاركم للدين ايها الكلاب. العلم الحديث اثبت ان قضيه البلوغ غير العوامل المؤثرة فيها، فيها البيئة وفيها الهرمونات يعني العامل الوراثي وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. فضلا على ذلك كله أنه لو كان ديك ريكرا العبق لانزيس وسوس منارا وذيك يعود النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمحالة سنطروح ثايب، بالمحالة سنطروح ثايب. ما شوية عقول يعني احترمت عقول الناس، احترمت عقول الناس، إن هو إلا كبر الله. قلت الكلام عن الرقية، إذن قضية الرقية أمرها قديم، أمرها قديم. الرقية يا في السحر يا في العين يا في الجن يا في الأمراض، كل شيء لزيه. فلم يأتي الإسلام بجديد، جاء بالجديد في قضية التفريق بين ما هو حلال مباح لا يصادم ولا يخالف العقيدة والشريعة ولا فيه شرك مع الله، وغيرها مما هي إلى الشعوذة والدجل أقرب. دين الإسلام يسال لفرق قبل حوشتي صح، أما أصل التداوي بهذا الأمور لأجل هذا الحويج هذا من قديم الله، هذا من قديم الله. والكتب لا زالت إلى اليوم كتب التاريخ حتى عند غير المسلمين، قصة الحضارة الولد ديورانت يحكي العجب، يعني الرخاء الحضارة ما من حضارة إلا ذي حمسة ديهضة الحوشتية تعلمت لم تسلم حضارة. يذكر دائما اللي الحوشتية طقوس وعادات في الرقى والتعاويذ وكل يونس وشكر قول النادي الإسلام الجديد الذي جاء به، إن التنثجوز توثجوزارة، هذا سائغ وهذا غير سائغ، لأنه هذا فيه شرك وهذا فيه كفر وهذا فيه شعوذة وهذا فيه محرم وهذا. أما أصل التداوي وأصل الرقى وأصل الالتجاء إلى ما به يعتصم لأجل دفع أو رفع ما يضر أو يأذي، وي من قديم الله، ثم هو في طرفينا. ولهذا المنكرون للرقية، وذلك يبغان ذي بالعن تورث الرقية، غالبهم كرد فعل مزران، وذلك يطنين كل شر نتاع الرقية، كل شيء قلب نتاع الرقية، وزد باسم الرقية على النذريمان والغنم الدن خاصة الخالف باسم الرقية، وعلمت الحواج وانتقبل الأشرع لا العقل لا القانون. إيه صح، المخطئ سنيني أخطأت، الحاجيك عوجنا سنيني ثعوج، ولكن انكرار أصل الخيرين. ولهذا الذين يدعون إلى غلق باب الرقية أرادوا أن يميتوا ويعطلوا سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي حث على التداوي وأمر بالرقية وامتهنها رقى من شكا، ثم أقر ناس كانوا يرقون وذكر منافع التداوي. هم كارثة، أنا بالله أقول فيه وذي شرع ربي شيعيتي ضربه ديسكان يا شيعيتي ضربه أكنا نتفك كيف سنسر أن عيش الخير يوكى. هذا هو مقصد وغاية بعثة الرسل جميعا، منهم النبي عليه الصلاة والسلام، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فمن النور الذي جاء به التداوي المباح الذي يرضي الله عز وجل، منها الرقية الشرعية. ثم الأمر الثاني من هو اللي عثورتنا الرقية الشرعية؟ حجرنا واسعا على الناس. الإسلام جاء لرفع الحرج، أركز روح طبيب يخذ مسكانة يعلي أرام أريد جيم لسبيسياليست الناس أزعوكي ولكن ولاش يا أخويا ولاش أشعر تخسرت ما تقرد دا ولا ربنا قرنك دا ولا ربي لن لزي في سبوندر في القرآن كان أضرار يعني ثانوية كي أكمي قرديون القرآن إلا ذي حجارين ترن ولاش ليش تخسر. فيا سبحان الله، وقلنا من قبل أن الرقية الشرعية لا تنافي الأخذ بالأسباب المادية، تعطوا الطبيب تصوت الدواء ويتسدو دواء ماشي ويتحارب دواء ويتسدو دواء، فلا داعي يعني أنه تخترعون وهما حرب بين تيتا وقمكانيس وقمكانيس وما نجمع نولش في اللاس. أول ربي ذي شفاء رغم أنفكم رغم أنفكم
ثم الأمر الثالث مثل الله عطيه العباد تورث الأحلام عند الروح أضحنا الحرام. إذا ما أغلق في وجههم المشروع التجأوا إلى الممنوع. والمشكل الممنوع كتمسات من الرقية أو مشكل ذا القرآن. إذا ما لم يلتجئوا إلى المشروع عند رذر إلى الكفر والشرك والبدع والأوهام والخزعبلات والشعوذة والدجل وغير ذلك. أو بلك كفرهم بلك فاني دين الإسلام ودتوين على الخبر. فلهذا الأمر خطير، أمر الرقية خطير. ثم كذلك بعض الناس ظنوا أن الرقية شعوذة وهي خاصة مساكن بلد السطا والمساكين، من تلبس به برجوازي العائلة مرموقة أختكم ثيد اثنين الرقيين عندك يا رجل عندك شتغل النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فاخر عندك شي جبريل عليه السلام يطرده وكان. فبعض الناس ظنوا أن الرقية هي حيلة من لا حيلة له، نغية خاصة بالبسطاء ومساكن الفقراء والمساكين ويرسينا ربي سبحانه. هذا لم يفقع عن الله شيئا فضلا أنه يسمى شدي وين بي محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا شيء يخدم. فلا ينبغي، أمر الرقية هي أمر شرعي، أمر شرعي. أول المسائل التي أردت اليوم إثارها هي أثر الرقية. للرقية أثر طيب في المجتمع لو أحسن الأخذ بها بشروطها، أثر من جهة علاقتنا بربنا جل جلاله. ولا يلقون توسيت دغر الشيخ توسيت دغر الراقي يثنو تكاين السن الرقي قروا ولا ربس ترقوية تذا شرق دغر يكدي قرأ القرآن يكدي أحد أدعية وتعاوين. بمعنى ذا شو الرقية؟ الرقية تدورت قول ربي سبحانه دعاء وتضرع وابتهال وانطراح وافتقار وثقة واطمئنان وتسليم واعتماد واستعانة و منه بالله عز وجل. فالأخير توكل على الله، توكل على الله. يعني الرقية إن أحسن استعمالها بشرطها واحترمت ضوابطها وكانت من أهلها في الحقيقة هي تعبد لله بالدعاء إليه، طلب منه من الشفاء، توكل عليه، حسن الظن فيه، ومعنى الرقية. فهذا الأثر أثر عظيم يوكد لسان الأنبياء والرسل حتى يقربونا إلى الله، حتى يعرفونا بربنا جل جلاله. أخذ سكن يمكن أثناء عبد الشيء تحبي. وهذا الرقية معانيها كلها تدور على هذا العبادات القلبية والقولية والعملية لله جل جلاله. فثولا فيها إيمان بالغيب سبحان الله. ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين من وثن يؤمنون بالغيب. شوف شرط من شروط التقوى باش تما قلت في زمرة المتقين التي يذكي يقول ننسى الغيب. وشرط الغيب هي ركن من أركان الإيمان. يقولك شيء من حاجات ولا طرث من نصيص لأن ربي النتيد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. هذا إيمان بالغيب، هذا إيمان بالغيب وإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. الرقية زي سكلح وشتي. فمن هذا الجهة أثرها طيب وهي عبادة يتقرب به إلى الله لأن فيها الافتقار وفيها التعبد وفيها الطلب وفيها كل ما يحب الله عز وجل من أنواع العبادات سواء كان دعاء أو استعانة أو استغاثة أو طلب أو سؤال أو إلحاء أو أين تبغيت ثندنك الرقية. وفيها أثر طيب كذلك فيما في من جهة علاقة العبد بإخوانه. تركز راك تنطرد يوفق يا ربي قرأك دولة ربي تجريد إيش المعنى؟ معنى ما يتحب المعنى ما ندي ما كله ويعجب راك إيش يفليت اقرحي منك اقرحن أتألمني ألمك. وتأييد الأخوة، تأييد الأخوة أن أفرح لفرحك وأن أحزن لحزنك، أن أواسيك مرضي تليت قديك وأن أفرح لك مرضي تليت قليستا.
هذا هو الإيمان الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، أي من الخير. ويعجب ما نذهل الكلمة الدنيا مسكت وتفنى ردواني غتحفنا كيم أمشي ردوي نزمرنا، والله قلوبنا تتقطع عسى لذلك. فما يجعلك ربي ذي السبام النثر قيتني دللتها على ومدى شاذي خذ بشاذي الجير مثلت من أهل ذلك قرات فهو تزريد. ويشيع روح الأخوة والمحبة بين المجتمع. ثم كذلك قطعنا الصلة بما لا يجوز من خرافات وأوهام وكذا، ولم أثر رقية المجتمع ما أعظمها وما أنعمها من أثر. المسألة الثانية: هل الرقية تقدح في التوكل؟ هل الاسترقاء يقدح في التوكل؟ أخي لقد مر بنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، ثم نظرت في الأفق فإذا سواد عظيم فظننت أنها أمتي، فقيل لي: هذا موسى وأمته. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق، قال: فنظرت فإذا سواد عظيم. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق، قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك. وفيهم في رواية: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله فخاض الناس في أولئك، فقال أحدهم: لعلهم الذين لم يشركوا بالله وولدوا في الإسلام، وقال بعضهم: لعلهم الذين صاحبوا رسول الله، وقالوا في ذلك أقوالا. فلما خرجوا ورأهم يخوضون سألهم فأخبروه، قال: الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طبعا ما تعلم 70,000 أريش من الجنة بلا حساب ولا عذاب، إن دهانا ويهيك سعان صفية وتحفيت طارة وديك تتكلم في ربي سبحانه. من علق قلبه بالله وحده لا يلتفت إلى أحد، ولم يعطي قلبه غير الله شيئا. ذونا ناس يطرون كان يقرص على المغضر بك قدرن على المغضر بك تبن ما بغي غيثيك سذن تكزمران. يا سبحان الله، التوكل على الله ذوي عدم الاسترقاء وعدم التطير وعدم لأنه تنافي التوكل على الله. اقتربت صلاة العشاء. الحاصل مسألة أثيرت قديما عند علمائنا: هل الاسترقاء أي طلب الرقية هل يقدح هذا في التوكل على الله؟ المسألة اختلف علماؤنا قديما فيها. منهم من قال أن هذا الأمر يقدح، من مثل الإمام النووي والإمام القاضي عياد، وقبلهم الإمام أحمد وابن القيم، وقبله شيخه ابن تيمية. فمنهم من قال أن هذا الرقية الاسترقاء يقدح في التوكل على الله. وسعنا الحقيقية في الحاجة وستر الشيخ القويد تعرف الشيخ نزدير قثق العنث ومن خطير ضيق الشيخين خطير وصنيف الشيخي أو الشيخين أو الشيخ. هذا نوع من التعلق بالأشخاص. وحقيقة إن وجد المريض شيئا في قلبه من هذا القبيل فليعلم أن توكله بالله عز وجل ضعف. وقلت شوف لا كتصبطي فلا كتخبطيني قلقا، ولكن يقول تسكتحة. لأن شرط من شروط الرقية الشرعية سيأتي ثلاث حوايج أكثر مهمة في الأساس: أن تكون بأسماء الله وصفاته بكلامه وبما أثر عن النبي الصلاة من أدعية وتعاويذ صح، وأن يكون بالكلام باللغة العربية أو مما يفهم معناه صح. ثلاثة: الركن الذي به تجوز الرقية وتشترط صحتها أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها ولا بطبعها، بل المؤثر والشافي والكافي والوافي هو الله عز وجل لا غيره. هذان ثلاثة الحوايج باش تعرف الرقية هي من فرقة ملة شرعية نغالة. هذه الشروط الثلاث. فهذا الذي أخذ يتجول ينتقل من راقي إلى راقي خاطئ أن يد كذا كذا والله أروي غير التوكل يسب الله عز وجل ينقصر ضعف إن وا يطفك يعني أماله علقه بالناس وبالأشخاص أو فلان أو فلان أو فلان رجع سلعقل كان. وإذا شيء يسعى
عام الحجج سعنا رمضان دول ربيك قراء صح دردي يسأل من شروط الراقي أن يكون صالح وسالم العقيدة وديلي متقي في نفسه خا أرجز وريد ظلا نكفر صربي ذا الشيء نعلم أشحال من مرأة غثان تندى شيء يخدم سير وذيل دي ثور ذا العباد قرص نرقو وتفت الغشي نكر غرصة بيرا تسمت ورقازي أمي أتسوسمت وادي يا سادي سكون نحكو قصص أما ما رانا نهضر في شرط الراقي يعني وين الراقي إقلاق أذي رقو مدن فالحصل أن الاسترقاء أن تطلب من أحد أن يرقيك أن يقرأ عليك كلام الله عز وجل أو التعاويذ والأذكار والأدعية بعض العلماء قالوا هذا يقدح في التوكل يستضعف التوكل على الله يستضعف التوكل على الله من هذا الجهة ما يحس بهذا مما نسكت والبعض الآخر كالإمام الطبري والإمام ابن عبد البر والإمام ابن قتيبة والإمام المازري والإمام الداود الشافعي وغيرهم من الأئمة قالوا بالعكس الرقية والاسترقاء هو تمام التوكل على الله فرح عرام عرو درويش وسطبط بغلام المشعودة ومحزن النغس قرمي دول ربي لأنه زريق من هو دول من هو الله وعلم هذا شيء يخدم أول ربي ومناغ النذر بما ولي وذي الشفاء هذا عين التوكل وهذه هي حقيقة تحقيق حقيقة التوحيد الاعتقاد بالنفع والضر والعز والذل والبسط والخفض والرفع والغنى والفقر والنفع ربي سبحانه وذوين معنى الرقية قالوا بالعكس هو تمام التوكل لأنه فيه التجاء إلى الله واستعانة به فيه الأمل فيه فيه الطلب منه فيه الرغبة له وفيه الاستعانة به وفيه التوكل عليه وفيه الثقة به والحسن الظن فيه وفيه التسليم الأمر وفيه التفويض فيه كل شيء الرقية قالوا هو تمام التوكل بعينه أم كان دينهم يقدح في التوكل الحصن الصحيح أنه ونيت دون ذي رقنا ذي تطلب رقية ذي ضروريس ما يحوسوا ليس كان بذان يتعلق كان سمدنا كيين ذي صح العقيدة نسب الله سيني خطي خطي ضربي ولا ذا ولك لأن ذي سنذي رقم من جهة أنه بلك ساعة تجربة يعلم الحالة ثيدة شيء زمرة ذي دوينس قل جهة يكن أم الشافي وقل أقارا ذي غيف لك ولا لحظة أن الشافي هو الله وحده وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإذا مرضت فهو يشفي فهو يشفي إذن الاسترقاء على الصحيح لا يقدح في التوكل على الله لا يقدح في التوكل على الله وسبحان الله من الرقاة من كان يعتمد على الله وحتى في الجاهلية ما بقسي من الرقاة يزي قبل الإسلام لأنك ذي بنضي أنك دري الحرام أبدا والله فيهم من كان اللي تحس كانك يتعسى ورثي نور كانك أسلت في كفوسي سديا من صربك نقلع كقصة ضمادة مش أنا أعلم لك حتى الرقية تقدم ماشي وسا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الضماد بن ثعلبة الأزدي كان من أزدي شلوغة يوث القبيلة كتبعة كان يرقي من الريح زي كم قرن الجن قرن الريح ذا بحالي كان يرقي من الريح فلما قدم مكة سمع سفهاء أهل مكة يقولون أن محمد به جنون يعني ذا المجنون سمياس سمع سفهاء أهل مكة يقولون أن محمدا مجنون فقال لو أني لقيت الرجل لرقيته لو كان ثملا فرقه قال ابن عباس رضي الله عنهما قال فلقيه أرجى زينا لقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد إني أرقي من الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فإن أردت
رقيتك ما ثبغتك ركو أكركو ضربك شفو شوف يعلم ضربك شفو يعلم ضربك شفو سمانين سمانين قعدان عادتي أنه استفتح إن الحمد لله نحمده ونستعينه بس سمانين بدلقت كشوية التي استهللت بها كلامي قنص خطبة الحاجة. خطبة الحاجة هي ملا ويجب غنى ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأذن يفقى عن يفقى العقل ويحلم النبي عليه الصلاة والسلام ثم دي استوري يوني دي شيء ده مهبول إني توفي تصل أمين من كده شو وير جزني أسوق لك وغيره ونكرقوها تبع تكرقو وثي وثي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفزه ولم يغضب عليه بل عامله بصدر رحب واسع وحلم إيه نلا كده بليك ده إلا كريو غنياك بعد يثرقوت صح. قال عليه الصلاة والسلام اسمع مني سل كده شو يديني قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال ضمات قال أعد علي هؤلاء الكلمات قال فإني سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت بمثل هؤلاء الكلمات قط فإنهن بلغن ناعوس البحر قال أعدهم لي فأعادهن النبي صلى الله عليه وسلم عليه 3 مرات قال يا محمد مد يدك لأبايعك أثنك الحياة وسليغة ولما أود ودك بايع عهد شمع الإسلام ثم لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام قال له عليه الصلاة والسلام وعلى قومك قال وعلى قومي أثن دغنك ديني ودك لنك سلني يعني تقن غرغوري مثلا ديك الشمر الإسلام كنيك الشمر أسلم لأجل خطبة الحاجة فهم مغزاها عالي ما مقاصدها شوف العباد سبحان الله وذي باش تعلم أن الله يهدي من يشاء إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء تعيش نديدنا قارين سلما أقرأ أول أربي قربيثا صبح لعشاء سل الناس ولا تحرك قلبهم أرجز الحياة مش يحتضر القرآن يكسلام يسلام أول النبي يحركوليس كقصة من مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فسمعه يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقن قال أشهد أن لا إله إلا الله فهم كرة سمع يثل الآية مثل يثن الآية خدميث نكوى غدي ماني وسيماني وزمنا كدخل قال ماني وسيماني كعاجز وسيغ بك بلا صدفة يصدفة وشو تقيمة رمزل لابثورة صدفة ساخو وتوحك ما لين لو يسلاذ ويني ديوين أشهد أن لا إله إلا الله قسمة منطقية ثلاثية شفته وكفته وداوته يهدي من يشاء يونس صوت 1000 برهان ودليل كاذت ولا عكس طرطيطي جاي هاتا ديك ديني خاطئ يونك يهدي من يشاء ربي حكيم فيما يفعل ربي حكيم فيما يفعل إزرار يستهل الهداية يوشرين في غروك عندنا الله يا ربي إذن الاسترقاء لا يقدح في التوكل المسألة الثالثة ما رضى خسيني غيون ركو يدني غضر حاضر كو غيماني ونغضر ركو حد وإذا التداوي يأكد التداوي ما حكم التداوي بشرع ما حكم التداوي أي الشيخ إلا وريشو كنا يديني وذيريثوني يقرحنا ذي داوي ذي صوانين نعم مسائل الرقية والتداوي لها علقة وعلاقة بالعقيدة ما لبعض غلاة الصوفية انكروا التداوي وقالوا من تداوى لم يتوكل على الله ولم يؤمن به يا لطيف ومن الذي أمر بالتداوي من الدين أن يأخذوا حذركم من الدين أن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة منه ذرب سبحانه الذي أمرنا وحثنا على بذل الأسباب بذل أسباب الشفاء بذل أسباب النصر باب أسباب الرزق إن هذا وذنتي الفاعل على الحقيقة
ملا وجد من غلاة الصوفية من أنكر التداوي، وجد من علمائنا من قال الأصل فيه مباح وليش في اللس، ومنهم من قال مستحب، ومنهم من قال يجب إن علم نفعه. ما الحمد لله الطب ثوران يتطور إن يقدر لك ينعل من سديتاس والزر هذا شيء دوينس، وبإذن الله 100% قد يجي ما يأذن ربي سبحانه. هنا يجب عند بعض العلماء، لأن الدواء الذي وصف لك وحتى المرض الذي حل به خلاص الحمد لله فهم وعلم سببه وداعيه فوجدوا له دواء، إذا نفعه ما يبغى ربي سبحانه متأكد منه. ذي يجب في حقك التداوي عند بعض الشافعية، عند بعض الشافعية. ودين الإسلام من مقاصده العظمى ومن محاسنه أنه جاء للحفاظ على العقول والأجساد والأموال والأبضاع والأعراض وغير ذلك وغير ذلك. والحفاظ على الجسم يسوى من جهة الوقاية ومن جهة العلاج، الوقاية قبل وقوع حلول ونزول المرض، والعلاج بعد نزوله لرفعه. الحمد لله في الدين تلقيت رحلة الصوانيت، تعال تاخذ ربك شفوا إنك سبب. وي معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت أرادف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا معاذ قلت لبيك يا ربي وسعدك والخير بيدك. قال ثم سكت ثم قال 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 لي يا معاذ في الثالثة أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال يا رسول الله أبشر الناس؟ قال لا فيتكلوا. يبغى دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم خدمة، يعني بذولوا الأسباب ما وسعتها. ولاش أتكلم بالديني؟ أتكلم فربي سبحانه بعد بذل الأسباب، فربي سبحانه بعد بذل الأسباب. فمن محاسن هذا الدين أنه أمر بكل فضيلة ونهى وحذر من كل رذيلة، فما أجمعت عليه القلوب السليمة والعقول السوية على أنه حسن حفظ دين الإسلام في كتابه وسنته أصفت الأمر به والحث عليه والثناء على أصحابه، علمه من علم وجهله من جهل. ولهذا الطاعنون في هذا الدين المعيبون له أوتوا من قبل جهلهم أو كبرهم وحقدهم، وإلا صرس الدين يثقرثك بمنطقك وعقلك سواء العقل ستكبره وتجليه وتعظمه وتنيت الخير مين من علم رمسيس الخير مين قريف
إذن هذا حكم التداوي وأنه مستحب وقد يجب إذا ما علم نفع الدواء للداء، وخاصة إذا كان الأمر متعلق بطاعون ينتشر بين الناس انتشار النار في الهشيم، وعدم علاجه أو الوقاية منه قد يولد مفسدة عامة. سبحان الله، قرنا كنت خدم طالبة بات نذكى ثلاثة شهر يطرون وهك العبادات المتخصصين يطبى يكذا قرن لك يا حذر ماني أحذر ماني، في هذا الحال قد يجب. والمسألة الثالثة هي مسألة مما يرقى منه، مما يرقى منه رقية قشو يوش رأي رقب ندمي من سنة قد يرقو حنفشو. في الجاهلية وقبل الإسلام كان يرقى من العين، وكان يرقى من السحر، وكان يرقى من الجن، وكان يرقى من داء النملة، وكان يرقى من سم العقرب أو الحية، من سم العقرب أو الحية، يعني بزاف الحوايج. وكان يرقى من الحمى قبل الإسلام، أنت أهم مما كان يرقى منه. ونيك تواسح من ذوني تلحقث تذويني يون الهلكة كي شو كاذ الزونة داء النملة يشو كاذ الزونة. ومن اللاديغ، اللاديغ يعني سم العقرب والحية. وكان يرقى كذلك من الحمى، إذا كانت معروفة عند العرب في الجاهلية وحتى عند غير العرب مما يرقى منه، وعند الجن أثر الجن خاصة من الجن. ومسألة الجنية لازم أسير الدرس مانيس، لأن الناس في الجن مذاهب، منهم من أنكر وجوده وهذا تكذيب في القرآن وطعن فيه، وبعض العلماء قالوا صاحبه يكفر إن علم ما يقول، أنه كان رجال من إنس يعوذون برجال من الجن، صورة الجن كامل، شحال من آية ذكر الله عز وجل فيها الجن. ومن الناس من غالى في الجن، كل حاجة ذي الجن، اخسر ذنوهنيا، أري شويجارا ذنوهنيا، أري ربي حرام ذنوهنيا، ذفساد تواكرة ظل الجن، يعلق كل شيء ظل الجن، يون ينكر يثيب اللي عثورت يون كل شيء على القيف. والحق بين هذين، والحق بين هذين، الجن أي مما لا يختلف فيه في وجوده، وهي ركن من أركان الإيمان أنه تصنص الحاجين الغيب. وهذا الآيات الكثيرة والأحاديث في هذا أكثر من أن تحصر. والأمر الثاني أثرهم وضررهم على الناس ولا ينكره أحد، ونهى الضر وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وإلى جنون خلق كالإنس أم كنين إلا ذا سنفكار بيوم ضفكارا إلا ذا شيء ضفكار كنين وسنفكار، ويوم القيامة على الصائعة تنقلب ثمسات، أين سعان وثنسعان وثنسعون كنين وين سعان كنين وثنسعان رام وثنسعون. الحاسب ضررهم وأثرهما شياطينهم يعني الفسدين الفسدين زيسن ولا ينكره أحد. وبعض الناس تعبت بهم الشياطين ومع ذلك ينكره. أنوان النوم الشيطاني لحشا كان ميكشم ركيطور أبدا أبدا. أول ضرر من الجن للإنس الترويع والتخويف والتهليع، اليوم يتكذب خياليس والخوف نمين غير مبرر، يا سبحان الله. فمن أسلحة الجن في إذاية الإنس تخويف الناس وترويعهم، مع أنه رسوى نكرا هذا ربه هنا جل جلاله يحكي لنا عنه خالقه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم به والذين هم به يشركون. ولزميري كرام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما غينات الشيطان يد وذاك يقول لن ديدس إن ديكش ماروخا سمين اسم ربي تورثني اسم لا تبلدي
أو عندك لولا ربي ندور نرى. وبعض الناس تطلع يوث الخلع يوث كذا، وهذا كله من تأثيرهم عليه. فأول مظهر من مظاهر إدايته من الإنس التخويف والترهيب، ومن غير مبرر من غير سبب. والأمر الثاني عوضة ذرا في الصحراء قالوا إني أنت سرعة تراغ البلدون ونتجا دنقا. المظهر الثاني من مظاهر إداية الجن الإنس وإشاع هذا الحقد والفرقة والبغضاء والغيل في الصدور بين المسلمين. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شوف سوا غير سيني شريكة ناقر القص من الطوثيس ناقر القص ذجمس نغلعب ذلجاريس يفترقون ويتنازعون ويتخاصمون ويتشاجرون لأتفه الأسباب. لو كان تحكوتي الوجه ولا تنفش النغة ثم دكلي ونغذي تمطوثي تتصنف لنا أقريكم دي مقرانا. والأمر الثاني العلامة الثانية في تأثيرهم ثم سلتين التفريق وذش علي العداوة قال المؤمنين هي مسألة تشبث كل واحدين برأيه من النغة فولاج إيا من كل خاطئ كيوا وسعى غار النفن كي مشي درقاز مضغوط مسنات الحوشتين النوغ فولا شينا كولي وني يركب باق الرئيس مكي سقارن أعلم باللي كذوي ذاك يقى حضرن ذوي ذاك يخدم الخدمة نسان. صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عرش الشيطان في البحر، قال فيبعث سراياه ليفتنون الناس، قال فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة، قال فيأتي أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وامرأته وبين امرأته، قال فيدنيه وفي رواية فيقبله ويقول له أنت أنت في رواية نعم أنت في رواية نعم أنت. إن النمقرن يعني إيجا عزيز الشيطان نمقرا إن دوينا راي صوتنا دي فرق يا رجال سمطوطيسنا قرسي الحبابنا يا رجال دي مولانسنا كذا إن الشيطان يخدم الخدمية إن دوينا راي لين يعني عزيز غو قرني ذوي ما راي قرب عرس لأنه اعترف أنه يجي يخدم بينك تفهم. هذا أثر من أثر إداية الجن للإنس. نعم إنك لين تروح دائما أعطينا ذا على بعيد نعم يسحرون وكذا أنت اللي يكثر يسحرون شيء غاي روح ماري خمرة زطم هنا هوالي أزر ممكن أول فشيت النغمي وشيت سملع عامر وريبانار هي ما علي شقلكم دي العقال تدين سلم تتظلم تحجب هي أنظر هذا شيء قلان قرأ ونونك غلطنا دين غلطة تذدني ثث علي مرب لي كثت سوى قبل أرى تظلي في وي كذا وربي سبحانه يتبلع في ورم الجنة في ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قلنا درب ذي خفرك العبادة رسين متخذ لا ولا حوشي كل سليم سليم الدورس تعلمه يمكن قيم قضية الشواط من داشي خدمين. هذا أثر من أثارهم، هذا أثر من أثارهم. ومن بعد إن شاء الله على كل حال الوقت الدعم سنأتي على خمس آثار أخرى، خمس آثار أخرى هي علامات ومظاهر لتأثير الجن على الإنس، ولهذا يطلب الرقية في مثل تلك الحالات. أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى، ونسأله سبحانه أن يرزقنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ ومرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب